مصر كان جاي عليها وقت، جايز الجيل اللي موجود ده ما شافش الوقت ده. كان عندنا حاجة اسمها المسرح، كان في اختراع في مصر اسمه المسرح، والمسرح ده كان ليه موسمين، موسم صيفي وموسم شتوي. وكانت مسارح مصر قطاع عام وقطاع خاص، وكانت الناس تنزل أجازة عشان تتفرج مثلا على مسرحية عادل إمام، تنزل أجازات في الشتاء عشان تتفرج على المسرحيات العالمية وال يعني المسرحيات اللي كاتبها عدد من الكتاب العظام بتوع المسرح، يتفرج له على 4-5 مسرحيات، يخش المسرح القومي، يخش مسرح الحديث، ويخش مسرح الجيب، ويخش مسرح الطليعة. يعني أنا كنت في أوقات اللي هو كل أسبوع في مسرح، في مسرحية، ونخلص يجي مهرجان المسرح ونخلص. كان المسرح ده حاجة وهم بالنسبة لي. الكلام ده بنتكلم لغاية من 10 سنين 12 سنة، ثم لم يعد هناك مسرح، زي ما بقاش في سينما برضو. السينما دي كان في عدد كبير من الأفلام، دلوقتي يعني السينما قليلة. المهم لما بتيجي مسرحية الواحد بيقول يا رب حاجة جميلة، ولما الدولة يبقى عندها مسرح يعود المسرح القومي ليقدم مسرحية نقول يا كريم. إنما فجأة كان في مسرحية وقلنا كويس، ممثلين جيدين وإلى آخره، شوية حصلت خناقة والمسرحية قفلت أبوابها. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ معانا الفنان تامر فرج، أهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا استاذ عمرو، شكرا على المقدمه الجميله دي، وان شاء الله اوعدك يعني زي ما توعدنا من القياده الحاليه لانتظام المسرح وزاره الثقافه انه المسرح بالشكل اللي قلت عليه هيرجع باذن الله. طيب ايه اللي حصل؟ المسرحيه مسرحيه الحفيد بطوله الفنانه لوسي، ايه الخلاف؟ ايه المشكله؟ احنا شفنا حضرتك منزل بوست النهارده. تمام يا فندم، هو زي ما انا ذكرت كده انه سبب الخلاف انه الاستاذه لوسي كانت دايما بتكرر انها نجمه العرض وهي بطله الفرقه واكثر من مره، وده خلاها ان هي ابتدت تتدخل في كل كبيره وصغيره على المسرح، واصبحت هي يعني بتدير الموضوع، اداء الراقصات، اداء الفنانين، لا ده يتقال، وتدخلت في صلاحيات المخرج بل وحتى مدير الفرقه او مدير المسرح القومي. فطبعا ده أدى إلى استياء ناس كتير منهم أنا، ولكن كنا بنسكت وبنحاول يعني برضو المخرج الأستاذ يوسف المنصور وهو كاتب العرض وممثل معانا فيه، والأستاذ يا فهمي مدير الفرقة مدير المسرح القومي، كانوا بيحاولوا إن هم يعني يحتووها. أيوة يعني أيوة الفنانة لوسي كانت إيه مشكلتها؟ دي ست فنانة ممثلة جيدة ليها تاريخ، ممكن يعني تكون فاهمة مشاكل كتير. مشاكلها كانت كتير يا أستاذ عمرو، بداية من إنه هو بتتعصب وبتتكلم بأسلوب مش ظريف مع كل كبير وصغير في المسرح، يعني مهندس الصوت، العمال، الفنانين، زمايلها كذا، ووصل الموضوع للضرب، انها ضربت زملائها على المسرح. ضربتهم على المسرح؟ على المسرح يا فندم، ايوه. في 3 وقعات، اول وقعه مع الفنان محمد يسري، ده ولد صغير من الشباب بيمثل دور ابني، مفروض ان هي بتمسكه تضربه كده ومش عارف ايه، الولد كان بيطلع من تحت ايديها، بطنه متعوره باصابات. لا جايز بتندمج يعني او حاجه، انما هو مشهد ضرب. هاجي لحضرتك، قلنا لها اهدي عليه شويه. الاستاذ يوسف المنصور بطل العرض ومخرج المسرحيه ومؤلفها، تمام، لما قبل العرض في يوم من الايام قدام الجمهور قال لها يا استاذه حضرتك بتخرجي عن النص وبتقولي كلام مش مظبوط والشخصيه مش بالشكل ده و راحت ماسكاه في لقطه من المشهد، في مشهد من المسرحيه مفروض انها بتضربه بالقلم عشان بيقول لها انت ست خاينه، ده في المسرحيه، ضربته 5 أقلام وقالت له هو ده اللي في النص يا حقير، وهو تدارك الموقف، هو الفنان عابد علاني، وعابد علاني شاهد على كده، وحول الموضوع انه يبان كانه جزء من المسرحيه، ودخل بعد كده يوسف يعيط في الكواليس جايبه وهو بدموعه على اسابيع الكواليس. دي مش بص يا استاذ تامر، دي مش لوسي اللي انا اعرفها، انا اعرف لوسي كويس.
ولا انا والله ولا انا بقول لحضرتك وقائع موجوده بشهاده. طب هي المسرحيه دي اشتغلت قد ايه يعني؟ ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. تالت وقع الفنانه ندى عفيفي، تمام، وده بعد ما كنت انا مشيت وسبت المسرحيه بعد اللي انا شفته من مهزله، تمام. الفنانه ندى عفيفي كاتبه على صفحتها النهارده وانا شيرت البوست بتاعها ان هي ضربتها علشان دخلت عليها في الكلام، هي نسيت الحوار بتاعها، وزي ما بيحصل مع اي حد بنروح مساعدينه بنقول له جمله بالظبط، راحت ماسكاها ضربها وقالت لها ما تخشيش على كلامي وضربتها، والبنت اعترفت بيها ودخلت تعيط في الكواليس. هو المسرحيه دي اتعرضت قد ايه يا استاذ تامر؟ انا بالنسبه لي عرضت ال 30 ليله اللي هي كان عقدي في الـ في الـ في الـ مع المسرح، وهم كملوا بعدي حوالي 14 15 ليله كمان مع الاستاذ علاء كوكا اللي مسك بدالي وكان ليا الشرف انه يقوم بدالي بالدور، وبرضه ما سلمش وقدمت فيه شكوى انه بيخرج عن وهو كان في جمهور يعني في الايام دي. ده كان فندم الجمهور كان ارش كومبلي وكان دايما طب هايل، ده احنا ما نصدق ان المسرح القومي يرجع تاني والجمهور يروح يتفرج. خدنا شكر، خدنا شكر غير طبيعي من الناس بجميع. طب حرام. طيب ايه اكيد في مشكله يعني، برضو احنا يعني حاولنا نتواصل مع الفنانه لوسي ما عرفناش نوصل لها، اكيد هنفهم ايه مشكلتها. والله حضرتك هي بتتنصل من كل ده، بتقول انا ما ضربتش حد وكله كان جوه النص، وشهادات الناس موجوده وانا مشيرها عندي لو حد يطلع عليها على الصفحه عندي. طب ومدير المسرح القومي لماذا لم يتدخل؟ في شكوى متقدمه من جميع افراد المسرح القومي، فرقه المسرح القومي متقدمه ضد الاستاذه، يبقى ازاي هي ما عملتش حاجه وجايه بترد بتقول ان انا اللي غلطت وان انا كثير المشاكل وعشان كده استاذ ايهاب فهمي مشاني من العرض. انا اعتذرت باعتذار رسمي بعد انتهاء عرضي، وانا وايهاب على صله زي الفل حتى الان، واذا كنت راجل بتاع مشاكل كيف يستعين بي البيت الفني للمسرح للمره الثانيه ويطلبوني لبطوله مسرحيه طيب وامير اللي انا بعمل بروفاتها دلوقتي عشان تتعرض على المسرح الكوميدي؟ يبقى مين اللي بتاع مشاكل؟ في شكوى متقدمه ضدها وانا ما فيش حد مقدم ضدي حاجه، بل واستعانوا بيا تاني، تمام. يبقى اذا مين اللي بتاع مشاكل؟ الكلام واضح، ويعني النص خساره والله، خساره يا تامر، خساره كبيره. ما بنصدق يبقى في عمل مسرحي في البلد. وايراد يا فندم، وايراد دخل للدوله اتمنع فجاه، لانه ما طول ما انه المسرحيه عليها تحقيق ما ينفعش انها تتعرض. تحقيق طال. ايوه يا فندم، تحقيق في النيابه الاداريه. يا نهار ابيض، النيابه الاداريه. ما هو التحقيق، الشكوى اتقدمت، هي كلمت الوزيره وقدمت شكوى رسميه في الفريق، في اعضاء الفريق، تمام. وبالتالي اعضاء الفريق قدموا بقى شكوى وقالوا لا ده احنا بقى في عندنا كذا وكذا وكذا. يا جماعه ده مش عمل فني، ده حاجه بقى يعني بقت يعني داخله في السلك الاداري والوظيفي والحاجات دي. سكتنا وكل الفريق سكت ومحدش اتكلم احتراما لانه في تحقيق. قامت هي طلعت على الفضائيات وطلعت مع برنامج الاستاذ رميس تقول ده هم بيقولوا الفاظ وبيعملوا ايحاءات، فانا عشان كده سيت قلت لا ما ينفعش اقدم ضدهم شكوى. هل ده كلام يعقل؟ واتشهر بزمايلها بالشكل ده، ومع ذلك كلنا سكتنا وقلنا احتراما للسيد النقيب واحتراما للتحقيقات اللي قايمه في البيت الفني للمسرح والدكتور خالد جلال واحتراما للنيابه الاداريه واحتراما للمسرح القومي، مش هنرد ومش هنتكلم لغايه ما التحقيقات طالت جدا. فبالتالي دخلنا في سنه جديده، البيت الفني للمسرح اضطر يقدم خريطته بدون مسرحيه الحفيد، فاصبح كده انه خلاص التحقيقات طول ما الدكتوريه شغاله مفيش مسرحيه. طب المسرحيه دي اتصورت تلفزيون ولا لسه؟ ولا حتى اتصورت، وده اهدار للمال العام، لازم كادر المسرحيه تتصور. خساره. فهو علشان كده اضطرينا ان احنا نتكلم دلوقتي. النيابه استدعت الولاد، وانا على فكره انا لا ليا ناقه ولا جمل في الموضوع، ولكن الولاد بيعتبروني ابوهم وحتى الان بيقولوا لي يا بابا، وانا اللي كنت بتدخل في اي خلافات ما بينهم وبينها باعتبار ان انا يعني ابوهم وان هم مش هيقدروا يتكلموا معاها علشان هي قامه و و و اكيد تمام؟ اكيد يعني هنفهم الحكايه كلها تامر، بس خساره فعلا. شكرا ليك الفنان تامر فرج، شكرا.